باذن الله. حضرتك برضو تتفق مع وجهه النظر دي فيما يتعلق بمساله الغيابات وحجم تاثيرها في اللقاء بكره ان شاء الله؟ مش بس يعني يعني الغيابات مؤثره، خاصه نتكلم عمودين رئيسيين تيبو كورتو وحارس المرمى، وكان ليه دور مؤثر جدا في التتويج بالتشامبيونز ليج الموسم الماضي، وطبعا احسن لاعب في العالم كريم بنزيما. في نقطه ايضا هتبقى عامل مهم جدا، وهي خساره مدريد الاخيره في الدوري الاسباني ضد ريال مايوركا. الفرق حاليا اصبح 8 نقاط، ده هيخلي ريال مدريد، صحيح ان انشيلوتي بعد خساره ضد ريال مايوركا قال ان انا لسه متمسك بالامل في الليجا، لكن اعتقد ريال مدريد امامه حاليا بطولتين بنسبه كبيره جدا هيركز عليهم، بداية من مباراة الغد كأس العالم الأندية ضد الأهلي إن شاء الله بدايتها طبعا، ثم البطولة الأهم بالنسبة لي للتشامبيونز ليج والبطل التاريخي ليه، عنده مباراة صعبة جدا وليست سهلة ضد ليفربول، بصرف النظر بقى عن وضعية ليفربول الكارثية هذا الموسم، لكن هو أعتقد قرار تحديدا عدم اصطحاب تيبو كورتوا في مباراة الأهلي تحديدا، ده لأن بحسب صحيفة ماركا الأسبانية، ودي طبعا صحيفة مقربة جدا من النادي الملكي، أكدت إن سبب ده إن هم مش عايزين أي مجازفة فيما يخص تفاقم إصابة كورتو حتى يكون جاهز لمباراة ليفربول يوم 21 فبراير، لكن إن ريال مدريد هيركز بصورة كبيرة جدا على مباراة الأهلي خاصة بعد خسارة أمس، وده هيخليه ينزل أكثر جدية عكس ما الناس برضو فاكرة إن ريال مدريد هينزل يعني في تهاون أو في يعني اقتصاد للمجهود، لا ريال مدريد هينزل بكل خايف من جمهوره برضو في نفس الوقت.